عامل صفقة سلاح وحقتل هنزل شارع العرب هسرق محلات الهدوم اللي في مصر كلها مخدرات واشرب حشيش واجيب 2 فوديكا اشرب خمرة في الشارع ماجر توك توك وهمشي على 180 هقتل توفيق عكاشة وهقتل مرتضى منصور وهقتل مصطفى يونس وهقتل خالد الغندور وهقتل اي حد اتكلم وحش على بوتريكا من بعد ما اعتزل بعد كده هخطف بوتريكا واتصور معاه سيلفي اكيد اروح اعمل صفقة سلاح مثلا او صفقة مخدرات حاجة كده تعيش معايا بعديها بعد الست ساعات يعني هسرق اللانش عندي واجيب 2 فوديكا وربع حته واقضيها هناك بس انت على طول يعني اهم حاجه الخميس عشان ابقى جمعه اجازه اولا يعني هسرق اكبر قدر من الفلوس هقدر اسرقه فيك يا مصر ثانيا هنزل شارع الهرم هسرق ماما اضرب اي حد مزعلني واجيب الامتحانات بتاعتي من الدكاتره وانجح نفسي هغش في الامتحان عشان اجيب تقدير لا مرزوق نفسي اجيب تقدير والله نفسي اجيب امتياز يا اخي زكو بقى زكو طب يا ابن الكل نشرب حشيش انما ونشرب مخدرات يعني نشاطات كده يعني هسافر بره من غير ما يكون معايا فيزا وهعيش بره بقى واكمل بيت حياتي بره ايوه كده التأشيرة تبدو صحيحة امشي اضرب الناس في الشارع وما يكلمونيش دي حاجة حلوة قوي اكيد هروح ابيع مخدرات ابيع مخدرات هنعمل درافتنج هنا في الجامعه حاجه مش قانونيه اشرب خمره في الشارع ممكن اكون ماشيه في مول مثلا وادخل محلات اسرق لبس وميك اب واكسسوارز ولو في عربيات يا ريت هاتري كل الولاد ماجر توك توك نطلع على قصر الاتحاديه نخمس بقى وحركات وكده فاهم لمده ساعتين ونرجع تاني بالتوك توك برضه هسرق عربيه دوج وهمشي على 180 هسرق المتحف المصري